أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب المصري إسلام هجرس. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. وكما عودناكم دائما في حلقاتنا السابقة أن تكون لنا وقفة مع عذب الكلام، وقفة مع الشعر. لا شيء يحمله الربيع المقبل، وجعي استقر هنا لكم أن تكملوا. لا شيء يا مر السنين يمر بي، دربي الغياب وكل ما لا يوصل. لا شيء يمنحني الحياة، قصيدتي ماتت وقلبي بالمعاني مثقل. لا عين للأزمان تبصرني، وإن أبصرت نفسي في مكان يرحل. سأضيع في هذا الطريق، فلا أنا ممن يعود ولا غيابي يشغل. تحبو الحياة إلي وهي جريحة مثلي، ويبكي الموت وهو مكبل. وأنا المسافر في العذاب، كريشة لا الغيب يطويها ولا تتنزل. والغيب ميلاد القصيدة في دمي، والغيب باب الأمنيات المقفل. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، فلا يأسى ولا يتململ. جانبت قال الصبر، قلت ومدرك، فالذنب ميلاد الحياة الأول. وأنا المسافر باحثا عن قصة أخرى وعن معشوقة لا تقتل. إن كانت العشرون شاب لها دمي، ويلي من الخمسين ماذا تفعل. وأنا أقدر للجواب نبوءة أخرى تقدر أنكم لن تسألوا. سأجيب، ميلادي هنا وأنا أنا، أحثو على قبر التراب وأدخل. قد كنت في الماضي فأنكر أهله،
فهجرته فتنكر المستقبل. يا كل من سيجيء عاد لتوه حلمي، خذوا خيباته وتأجلوا. الكتاب خير جليس في الزمان، وفقرة هذا كتابي. أنا الشاعر والكاتب مكي النزال من العراق، أقدم لكم آخر إصدار لي ديوان القلائد الطوال من شعر مكي النزال، وهو من أكثر من 20 قصيدة من القصائد الطوال حسب العنوان. هذا الديوان كان مقترح من خبراء النشر أن تكون القصائد الطويلة في ديوان واحد. هناك قصائد أخرى طويلة لم أنشرها في الديوان لأن لها أبوابا أخرى. القصيدة التي أريد أن أقرأ عليكم منها هي لا عذر لي، لا عذر لي إن قلوت الشعر مكتئبا، فكل عدته عندي وما طلبا، لي ملهم لو رآه الطفل لانتفضت فيه الحروف وخطت كفه كتبا من نظرة تشرع الأقلام رحلتها مع القصيد، ويعلو النبض مضطربا تساقطت من فمي أبياته مطرا شوقا وعشقا وتوصيفا له عجبا. أنا الوليد الذي من فك مبتسما حتى وإن سعروا في مهده اللهبا. وهناك طبعا قصائد أخرى متغيرة مختلفة الأغراض تجدونها في هذا الديوان الذي أصدرته هذا العام. بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية، افتتح المعرض الدولي السابع للكتاب العربي في اسطنبول. بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية وحرصاً على استقطاب الجاليات العربية، افتتح المعرض الدولي السابع للكتاب العربي في اسطنبول. مدينة اسطنبول الآن تستضيف قراء وأدباء في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. صراحة هنا في مدينة اسطنبول أكثر من 1,000,000 نسمة من الجاليات العربية، وهذا أكبر حدث تجمع الجاليات العربية، ليس فقط الجاليات العربية بل أتراك أو الأجانب العجم الذين مهتمون بالكتاب العربي. نحن نثق أن الكتاب يجمع وأن الثقافة تجمع، ولذلك سمينا هذا المعرض العالم بلا حدود. ونقول هنا عندما يكون الموضوع نقطة الربط الكتاب أو الثقافة لا يبقى هناك حدود. نريد أن نقيم أو نريد أن نقدم رسالة أولاً لجميع الجهات عندهم نظرة عنصرية قومية في تركيا أن هناك الجالية تهتم بالكتاب تقرأ، وإذا أحد يقرأ الكتاب أو مهتم بالثقافة لا تخف منه. لذلك نريد منهم أن يأتوا ويرون هذا الجو الثقافي لمدة 9 أيام، عشرات من المحاضرات، عشرات من الندوات، ممكن أكثر من 150,000 زائر سيكون في نهاية المعرض. هذه النقاط جدا بالنسبة لنا مهمة، وهذه رسالتنا لجميع الجهات المهتمة بالثقافة. هذا المعرض يشكل أكبر حدث ثقافي عربي خارج الجغرافيا العربية. هذا المعرض له أهمية كبيرة لا توجد في باقي المعارض، وهو جمعه للجالية العربية المتواجدة في تركيا وخاصة في اسطنبول. ومع تزايد أعداد هذه الجالية أصبح هذا المعرض ملتقى أساسي سنوي لهم، ونحن لا نعتبره معرض كتاب فقط، إنما هو أكبر حدث ثقافي عربي خارج جغرافيا العالم العربي. يتواجد فيه الكتاب بشكل أساسي، معرض كتاب، وأيضا يرافقه فعاليات ونشاطات كلها لها علاقة
بالكتاب وباللغة العربية، محاضرات، أمسيات شعرية، ندوات، هناك أنشطة للأطفال، هناك أنشطة لليافعين وطلاب الجامعات العرب في المتواجدين في الجامعات التركية. هذا بالنسبة للجالية العربية. أيضا المهتمون بالكتاب العربي بشكل عام سواء من الأتراك أو من خارج تركيا هم ليسوا عرب، أيضا هنا هذا المعرض يعتبر جسر تواصل بينهم وبين الكتاب العربي وبينهم وبين العرب. معرض اسطنبول منح الكتاب العربي فرصة كبيرة للترويج بعدما كان من النادر وجوده في هكذا محافل. لا شك المعرض مفيد جدا في اسطنبول، فأنا جئت لاسطنبول قبل 40 سنة، كنا يعني لا نجد الكتاب العربي، كان مفقود إلا بعض الكتب التي يعني قليلة جدا، ولكن الآن طبعا هذه المعارض أتاحت وأصبح في مكتبات حتى في دور نشر مقيمة في اسطنبول وتنشر كتب مفيدة، وهذا شيء جيد الحقيقة لم يكن متاح من قبل. مؤسسة البصائر للدراسات والنشر حرصت على تسجيل حضور لها في المعرض رغبة منها في إيصال الكتاب العربي إلى القارئ. مؤسسة البصائر دأبت منذ انطلاقتها على الحضور يعني في معارض الكتاب سواء كانت العربية أو الدولية ما يمكن أن نصل إليه، وحرصنا دائما أن نكون في معرض عمان الدولي وكذلك في معرض اسطنبول. هذا لم نترك يعني سنة إلا وشاركنا في هذا المعرض لأهميته، لأهمية وصول الكتاب العربي إلى القارئ هنا في اسطنبول، لا سيما وأن هناك حركة ثقافية وعلمية مما يتناسب مع تطلعات المؤسسة. المؤسسة تخضع للجنة علمية تختار الكتب وفق معايير منضبطة من ناحية الكاتب ومن ناحية موضوع الكتاب، فأسسنا خلال هذه السنوات القليلة أكثر من 80 عنوانا هي نواة لمكتبة ثقافية علمية أدبية تاريخية توثيقية يستفيد منها القارئ المتخصص والقارئ الذي يريد أن يتثقف. لطالما شكلت معارض الكتاب فرصة للتواصل والتعارف وهيئت ساحة للتبادل الثقافي والمعرفي، وكذلك كان معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب المصري إسلام هجرس، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ إسلام هجرس الشاعر والكاتب المصري، أهلا وسهلا. حياكم الله. ضيفا في فضاءات والرافدين. مرحبا أستاذي، حياكم الله. حياك الله. بداية ودي أن أتحدث عن مبادرة أعزف بالفصحى، حضرتك مؤسس لهذه المبادرة، وحقيقة استوقفني العنوان جميل طبعا، لكن دائما اللغة اقترنت بالكتابة، اقترنت بالنطق، اقترنت بالكتابة، لماذا استخدمت فعل أعزف ولم تستخدم هذه الأفعال؟ تمام، هذا سؤال جميل. يعني العزف هو مستوى من الإتقان والإجادة والجمالية. نعم. إذا وصلنا إلى مستوى الجمال فنحن تخطينا كل المستويات السابقة، والتعامل مع اللغة ليس مستوى واحدا، فبعضنا يخطئ حين يكتب باللغة في النحو والصرف، وبعضنا نحوه وصرفه سليم، ولكن يوجد حشو في كتابته، فإذا تجاوزنا أخطاء اللغة وأخطاء النحو والصرف وأخطاء الحشو والتحرير وأخطاء الأسلوب وصلنا إلى مستوى الجمالية ومستوى العزف. يوجد سبب آخر، لأن المبادرة تستهدف مجموعة من الشرائح ليست شريحة واحدة، فهي تعلم العربية لشريحة الصحفي
وشريحة المعلق الصوتي وتؤهل المدقق اللغوي لكي يكون قادرا على ممارسة مهمته، كما تعلم العروض والقافية. العروض والقافية هما لونان من ألوان الجمال بطبيعة الأمر، ولونان من ألوان العزف لأنهما مرتبطان بالإيقاع. يعني إذن أنت أردت أن يكون العنوان وافيا لكل هذه التفاصيل، من ضمن بضمنها الشعر، القافية والعروض التي هي عبارة عن يعني موسيقى داخلية للكلام. إذن اتضح الأمر الآن لماذا اخترت هذا الفعل. بدي أن أيضا أتحدث عن بدايات هذه المبادرة، كيف ولدت فكرة هذه المبادرة؟ أنا أعمل بالصحافة منذ أعوام طوال، يعني منذ تخرجي تقريبا. منذ كنت في الكويت عام 2009 وأنا أعمل بالصحافة. العمل بالصحافة تستنتج منه فكرة تأسيسية، وهي أن لغة الصحافة لغة مختلفة. لذلك وبعد هذه الخبرات أردت أن أقدم منهجا ليعلم الصحفيين كيف يكتبون لغة سليمة. هذا المنهج ليس متوفرا، ولكن يجب أن نوفره نحن من خلال استهداف اللغة التي يكتب بها الصحفي. جميل. حضرتك أنت كتبت مقالة حقيقة أثرت موضوعا مهما في هذا المجال. يعني هو ضرورة أن يكون الصحفي ملما أو مجيدا للغة العربية. المقالة حملت عنوان لماذا ينبغي على الصحفي أن يتعلم لغة عربية خاصة. معروف أنه يتعلم لغة عربية حتى يجيد الكتابة ويجيد أن يقدم الخبر أو التقرير، يقدمه بلغة سليمة. اللغة هي وعاء الفكرة. صحيح. لكن كلمة خاصة، أنا وقفت عند كلمة خاصة، فماذا قصدت بخاصة؟ يعني يوجد اتجاهان لتعليم اللغة العربية، سواء لأهلها أو لغة ثانية لمتعلميها من الأجانب. الاتجاه الأول تعليم اللغات لأغراض عامة. نعم. يعني من يريد أن يذهب إلى بلد عربي ويتعامل مع أبنائه يكتسب اللسان العربية بصورة ما، ويحدثهم في السوق وفي الشارع وفي وسائل المواصلات وفي العمل، فهذا يتعلم لغة عربية عامة. ولكن عندما يكون متعلم اللغة يستهدف غرضا خاصا، مثلا مضيفة الطيران، نعم، لا يجب أن تتعلم شعر امرئ القيس، لن تستفيد شيئا منه. نعم. كما أن متعلم اللغة الإنجليزية لا يريد شعر شكسبير إذا كان يتعلمها من أجل أن يعمل ميكانيكيا مثلا. فالصحفي كذلك تخصص يحتاج إلى لغة تخدم أغراضه. لا نعلم الصحفي كل اللغة فنتوه في بحر من التفاصيل، ولكن نعلمه لغة خاصة تخدم كتابته لخبره أو للقالب الذي يتعامل معه. ما حدود هذه اللغة الخاصة؟ يعني من الخبرة ومن التعامل داخل غرفة الأخبار، فإن الصحفي يحتاج إلى نحو وصرف وظيفيين لا نعلمه فيهما كل التفاصيل. يحتاج إلى بعض من التذوق والدلالة والبلاغة، يحتاج إلى معرفة بالأخطاء الشائعة حتى يتجنبها حينما يكتب خبره، وحتى يعرفها حينما يقرأ خبرا آخر فلا يغفل عنها. يحتاج الصحفي أيضا إلى مهارات تحريرية من منطلق لغوي، فتخرج جملته رشيقة خالية من الحشو سلسة. يحتاج الصحفي أن يعرف اللغة الوسيطة التي هي واقعة بين الفصحى التراثية المعجمية الخاصة بالكتابة الأكاديمية، واللغة التي تصل إلى رجل الشارع ببساطة، لأن الصحافة لا تستهدف الأكاديميين ولا تستهدف علماء اللغة العربية، ولكن
تستهدف الجمهور العادي، تستهدف توصيل معلومة بسيطة إلى الرجل الذي يعني يذهب إلى عمله والذي هو. طيب هل اشتغلت على دورات على هذا؟ نعم الآن عندي تلاميذ أعلمهم ويعلمونني. نعم يعني تعلمهم معروف، لكن كيف يعلمونك؟ هم يعملون بالصحافة وأنا أعمل بالصحافة. نعم. أسئلتهم و النقاط الضعف لديهم هي مرشد ودليل لي. نعم. فأنا بعد كل دورة أجد أنني تعلمت منهم، تعلمت ماذا يجب أن أعلم في المرة القادمة وماذا يجب أن أستبعد. ثم إننا جميعا على مهما كنا متخصصين على مستوى من القصور نابع من التلوث السمعي اليومي. نعم. الذي يصل إلينا. متى تستخدم أنت وأنت إعلامي تتعامل مع اللغة وربما كنت أكاديميا، ومتى أستخدم أنا اللغة العربية في حياتنا؟ إذن الأخطاء مختلفة من شخص إلى شخص. صحيح. وأنت تتعلم من هذه الأخطاء. ما الأخطاء الشائعة عند كل الذين يعني دربتهم وعلمتهم اللغة ضمن هذه الدورات؟ يعني توجد أخطاء مرتبطة بالأفعال، وأخطاء مرتبطة بالأسماء، وأخطاء مرتبطة بالحروف، وأخطاء مرتبطة بالتراكيب، وأخطاء مرتبطة بدخول العامية وركوبها فوق الفصحى، وأخطاء مرتبطة بالترجمة. كل هذه أنواع من الأخطاء. فمثلا يعني الفعل وصل حين نستخدمه في لغة الصحافة فإنه يجب أن يتعدى بحرف الجر إلى. نعم. نقول وصل إلى عمان، لا نقول وصل عمان أو وصل القاهرة. نعم. لأن وصل من بدون استخدام حرف الجر معناها الصلة. نعم. صلة الرحم. وصلت أخي أي أنني وصلت رحمي. لكن وصلت إلى إسطنبول، وصلت إلى عمان، هذا من ضمن الأخطاء الشائعة. معذرة، سنكون بعد الفاصل. معذرة. تمام. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب المصري إسلام هجرس. أعود إليك أستاذ إسلام، كنت تحدث عن الفعل وصل. صحيح، فهذا نوع من الأخطاء. مثلا الفعل احتاج، نحن اعتدنا أن نستخدمه من غير حرف جر. نعم. نقول احتاج مالا. نعم. بينما استخدامه السليم احتاج إلى المال. هذا نوع من الأخطاء. من الأخطاء مثلا استخدام الأفعال المساعدة، والفعل المساعد في اللغة العربية يعني يستخدم بحدود ضيقة جدا. فحينما نقول تم الذهاب إلى كذا أو تم إنجاز المشروع كذا، فهذا استخدام خاطئ. والاستخدام الخاطئ هذا نابع من كسل الصحفي أو الكاتب عن استخدام الفعل المبني للمجهول. بدل أن نقول بني نقول تم بناء، لا تحتاج إلى تم. قام بأكل التفاحة، لماذا لا تقول أكل التفاحة مباشرة؟ ثم إن الخطأ هنا نابع من كون تم وقام لهما معاني، يعني لهما معاني أخرى غير المعنى الذي يستخدمان. إذن الدورة تعنى بترشيق اللغة، يعني هذا جانب من جوانبها. جميل. حضرتك وأنت الشاعر، هل حاولت أن تدخل شيء من العروض من هذه الدورات؟ لا، العروض لا يدخل في تعليم الصحفي. نعم. لغة التعليم لكن لتوسيع الثقافة، يعني الثقافة. لا. نعم. لغة الصحفي يعني دورة الصحفي هدفها. نعم. أن نتخفف من كل معلومة لا تفيد. يعني أحيانا الصحفي يكتب شيء يعني أو يتناول مثلا مهرجانا شعريا أو يتناول قصيدة أو حياة شاعر مثلا، وغالبا ما يقعون في موضوع انه ينقل القصيده او البيت بشكل مخطئ، يعني بشكل ويشوه القصيده.
جميل. فربما أقول أنه قد يحتاج ثقافة أوسع يكون ملم إلى حد ما أو عنده لديه اطلاع في هذا المجال. حقيقة ودي يعني هذا موضوع مهم جدا يعني ويعني تعاني منه المؤسسات. يعني أريد أن أرد على هذه النقطة. عفوا نعم. عند تعليم الصحفي توجد فروض ونوافل. نعم. فتعليم التذوق الشعري من ضمن النوافل. يعني طبعا لا تضر. لكن نحن نرتب الأولويات. نعم. فإذا انتهينا في أنهينا في 12 حصة. نعم. أو 12 درسا الفروض ربما ننتقل إلى النوافل إذا أردنا. جميل إن شاء الله. حقيقة يعني موضوع مؤلم ما نسمعه أو من خلال متابعاتنا للمؤسسات الإعلامية الصحف كتابات بعض الصحفيين الحقيقة وهذا العثرات باللغة مزعجة جدا. صحيح. فأقول لماذا يستهين بعض الصحفيين والإعلاميين باللغة العربية وهي كما قلت أنت في مقالك هي القماشة التي يفصل منها مادته الصحفية. والأنكى من ذلك أن المؤسسات التي تحتوي هؤلاء أيضا يعني ما عادت تعد اللغة العربية شرطا أساسيا في التعامل في هذا المجال. هذه الاستهانة يعني بماذا تفسر؟ تخيل أن هذا الألم هو يأتي بعد التدقيق من المدقق والتصحيف. نعم. من المصحف أو ما نسميه الديسك. نعم. في بعض الأماكن يعني الصورة النهائية المشوهة هذه هي الصورة الجميلة بعد التشويه الأول والتشويه الثاني. نعم. فالسبب في هذا أولا أن تعليم اللغة العربية لأغراضها العامة في بلادنا تعليم بائس. نعم. يعني يوجد تأخر في سنوات الدراسة الأولى هذا سبب من ضمن الأسباب. السبب الثاني يعني بعض الدعوات التي تغلب اللغات الأجنبية كالإنجليزية والألمانية وغيرها على اللغة العربية الفصحى. فإذا كان الصحفي متقنا للإنجليزية مثلا وهذا ضروري ولا يعني لا نقول فيه شيئا يعني ظن أنه بذلك لا يحتاج إلى اللغة الفصحى. وأسباب أخرى كثيرة تؤدي إلى ذلك التلوث السمعي. نعم. الذي يجعلك تشك في لغتك السليمة حينما تغمر في وسط من اللغة السليمة. نعم. فإنك ربما تعلمت بالسليقة. لماذا كانوا قديما يرسلون الطفل إلى البادية حتى لا تتشوه لغته باللغة الناعمة التي دخل عليها اللحن في. نعم. الحواضر. تخيل أن حاضرة 2500 عام سابقا لغتها يعني بلغتها لحن. نعم. فكانوا يرسلون إلى البادية حيث اللغة من مشاربها الأولى بينما نحن كلما خطونا خطوة استمعنا إلى لغة مشمومة وملوثة. نعم. بعض المؤسسات الإعلامية أستاذ إسلام تستخدم اللهجة الدارجة. صحيح. يعني سواء مقدم البرامج حتى بعضهم في نشرات الأخبار يعني يستخدم جزء من اللهجة الدارجة. يعني هذا الأمر طبعا حضرتك قلت أنه اللغات الأخرى لا بأس أن يتعلم الصحفي أو المثقف بشكل عام لغة أخرى يعني موازية للغته لكن لا أن تؤثر على لغته التي هي الهوية. هذه المؤسسات الإعلامية التي أحيانا تؤثر اللهجة العامية في وتقحمها في نشرات الأخبار تقحمها في البرامج. غالبا نجد مقدمي برامج يعني 90% من لغته اللهجة الدارجة الحقيقة ويعني هذا يعني ألا ينبغي حضرتك طبعا أنت صاحب مبادرة أعزف بالفصحى يعني كل المعنيين بهذا الأمر ألا ينبغي أن تواجه هذه الهجمة. أنا أعتبرها هجمة على الثقافة العربية هجمة على الهوية العربية هجمة على اللغة واللغة هي الهوية والانتماء. ألا ينبغي أن تقوموا بدور مهم تنبيه توعية لهذا الموضوع؟ يعني أريد أن ألتقط من هذا السؤال. نعم. سؤال المؤامرة. هل توجد مؤامرة؟ نعم. يعني المهزوم لا يحتاج إلى مؤامرة عليه لكي يهزم. هو مهزوم بالأساس والمبادرة يجب أن تكون من كل منا.
أنا عامل بالإعلام وأنتم تعملون بالإعلام وسوانا يعمل بالإعلام، ويجب علينا جميعا أن ننهض هذه النهضة في التعامل مع اللغة العربية، ولا حرج ولا عار علينا أننا في مرحلة تعلم مستدام، يعني في كل يوم نتعلم الجديد ونرقي لغتنا. وبالمناسبة العاميات موجودة في كل اللغات، وحتى كانت موجودة في العربية قديما، لكن المشكلة أن عامياتنا الحديثة كأنها لغة أخرى، يعني المسافة، يعني أن المسافة بين عامية ما وبين الفصحى أوسع من المسافة بين اللغة البرتغالية واللغة الإسبانية مثلا. يعني حين أصبحت هذه الهوة واسعة بين لهجتين لنفس اللغة، صارت هذه لغة وصارت هذه لغة أخرى. تفضل. جميل. يعني هذا ما يتعلق قلنا بالصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية، لكن أيضا هناك فئة أخرى تعاني من موضوع اللغة، وهي القارئ. صحيح. أيضا يعاني من موضوع اللغة، يعني يحتاج إلى لغة إلى حد ما توصل له الفكرة حتى يقرأ بوضوح. فماذا يفعل هذا القارئ؟ يعني ليخض كل معركته الخاصة. نعم. لأن المجتمع الآن يفرز إفرازه ونحن نتلقى. نعم. حينما كانت المجتمعات أرقى من هذا، كانت اللغة إفرازا لمجتمعاتها، إفرازا لذلك. لا نستطيع أن نغير ما يفعل الساسة أحيانا، وما يظهر على الإعلام أحيانا، مهرجانات وخلافها. حينما كان الناس يستمعون إلى محمد عبد الوهاب ويستمعون إلى أم كلثوم، كانت لغتهم، ويقرؤون نجيب محفوظ ويقرؤون أحمد شوقي، كانت لغتهم في مكان ما. وحينما أصبحوا يستمعون إلى أغاني المهرجانات والمستوى الأدبي المنحدر، صارت لغتهم في مكان آخر. فعلى كل منا أن يخوض معركته الخاصة. أنا أتعلم في جانب وأنت تتعلم في جانب، ومن منح منبرا فعليه من خلال هذا المنبر أن يصنع فرقا، وربما تضافرت هذه الجهود، الجبال من الحصى في النهاية، ربما تضافرت هذه الجهود في وقت ما. يعني في تعليم اللغة العربية نسمع أسماء لامعة وأسماء غير لامعة، لكن في النهاية ربما تضافرت هذه الجهود وكونت محصولا وناتجا، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. شكرا لك الشاعر والكاتب المصري إسلام هجرس على هذا الحوار الممتع. حياكم الله. شكرا لك. شكرا لك. أنا أشكرك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.